السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وش راكم ميمشاتي؟ إن شاء الله بكلكم بخير. نبداو هذا الفيديو، هذه نوع من الفيديوهات اللي درت المرة اللي فات، يعني دائما في الحلويات الشرقية. اليوم درت لكم كنافة سورية بواحد الكريمة من داخل، يعني ما شاء الله جربوها ما راحينش تندموا، والمكونات تاعها بسيطة جدا. نبدأ أولا بالشربات ولا القطر. عندنا 3 كيسان سكر، 3 كيسان ماء، قرفة، فانيلا. راح نبدأ نحطوا السكر ومن بعد الماء، ونحطوا نص عود نتاع القرفة، ونخليو هذا الخليط هذا يغلي. نبداو نحسبوا من الغلية الأولى 15 دقيقة على نار متوسطة، ماشي لا قوية ولا هادئة بزاف. نحطو هادو يغليو ونبداو نروحو نديرو حاجة أخرى. ألوغ المكونات تاع الكنافة تاعنا هي عبارة عن كنافة 500 غرام، يعني الشعرية هادي، وهاد لامارك هادي طبعا الزرقاء هادي اللي قلتلكم عليها، نفس الشي مع الورق القلاش كيف كيف، و 200 غرام تاع سمن ولا زبدة دايبة. الو نحاولوا نحلوا هذيك الكنافه من بعضها. هي يسوفي تلقاي راس يسمى بدايه تاع الخيط، وتجبدي تتحل فاسيلمون. وشي هو انا ما نديرهاش هكا وما نقصهاش كبيره، انا جو بريفير نرحيها في الغبو تاعي باش تجي الشعريه تاعها طرف صغار، ماشي غبره ولكن كيما هكا مقصوصه صغيره، باش كي من بعد كي طيب ما تجيش الشعريه هذيك شعرها واقف كيما الشعر فوق الراس. انا شتيها تجي ملسه ومعدوله. نكمل لا كونتيتي كامله، المقادير كامله نكملها، ولي ما عندهاش الغبو يعني تتسلم قص وتوكل على ربي وتقول بسم الله، ووقت ما خلصت هاي دير الكنافه تاعها. يعني ما شاء الله دوك لابارياج متوفر، ولي ما عندهاش معليش تعتمد على يديها وتوكل على ربي. نحطو هاديك السمن الدايب ونخلطو مليح، ونتخطو راهو الشربات تاعي قاعده طيب. نخلط مليح، نسيي ندخل نغلف هاديك الكنافة كامل بالسمن تاعي. لا جا قليل، انا درت 200 غرام، يعني درت 100 ومن بعد 100. 200 غرام جاتني سوفيزونت. كي تعود الكنافة تاعك جديدة ما تجيش يابسه بزاف، ما تشربش بزاف السمن، لا عاد يابسه يتشرب لك. الوغ نحيت هذيك الشربات، زدت لها شويه نتاع الفانيلا سائله، وزدت لها مغرف نتاع فانيلا غبره. نخلطها ونخليها تبرد في جهه من نتاع المطبخ هكا، وزدت شويه تاع ما ورد، يعني شويه اللي ما تحبش ما تزيدوش، راهو فاكولتاتيف موش اجباري. كاين بزاف اللي ما يحبوش الماء ورد، بصح ما تحطيش ما زهر، خلي الفانيلا والقرفه. في كاسرونه واحده اخرى واش ندير؟ ندير الكريمه، هي عباره عن 500 مليلتر حليب، 4 مغارف سكر، 3 مغارف نشا، علبه تاع ماسكاربون، وماء الورد. نبداو نحطوا الحليب، قلنا نص سيطره، 4 مغارف تاع سكر، مغارف تاع نشا، 4 مغارف تاع سكر، ونزيدو 3 مغارف عفوا نتاع نشا. نخلطوهم بارد في بارد، كي نخلطوهم نديوهم فوق النار حتى نتعقد لنا هذه الكريمه هذه. انا نخليها افدو ونروح نبدا ندير السمن للمول تاعي. المول تاعي القطر تاعو 25 29 سنتيمتر، قولوا 25 سنتيمتر، هو متوسط، كاين الكبار وكاين الصغير، هذا متوسط. الكريمه تاعي ها هي وجدت، شوفوا. نبدا اولا هي سخونه هكاك، نحط لها شويه نتاع ما ورد، واللي ما تحبش تحط ما تحطش، ماهيش اجباري، اللي تعود ما تشتيش ما ورد. ونخليها تدفى شويه، شوفوا كيفاه تخدمي منه من هيه باش كل شيء يوجد مع بعضاه، ماشي تخدمي حاجه ومن بعد تروحي للاخرى تجيبي نهار كامل باش ديري الكنافه هذه. بصح كي ديري هذه الطريقه هذه تخدمي حاجه في نص حاجه اخرى، 10 دقائق تطبقيها تحطيها في الفرن. المهم حطينا هذيك الكنافه في المول تاعنا، نطموها مليح بيدينا مليح مليح، ونجيبو كاس ولا اي حاجه بوسوار ولا اي حاجه، ونشوفو البلايص اللي فارغين ونعمروهم، وندسو بهذاك الكاس على قد ما نقدروا، ندسوها باش تولي سطح واحد،
وندسوها تاني على الحراف باش تحكم لا فورم تاع المول. ندخلوا هذوك الشعيرات هذوك. واش نديرو؟ نروح نجيب الباطان تاعي تاع الماسكاربون ونجيب لا كريم هذيك اللي شويه على تيدي يسمى تفات، ونحط الماسكاربون تاعي ونخلط حتى نتحصل على كريمه ملسه غير بالفوي برك، يعني يدوب هذيك الماسكاربون، ما تخافوش منها هكاك تشوفوها بدات تكعبر. نو نو كملوا برك خلطوا، ما كان حتى مشكل، دوك تولي لكم ليس اي تري تري بون. دوقوها وتشوفوا، انا دقتها يعني صراحه، انا ندوق الحاجه قبل ما نقدمها للعائله تاعي. فوالا الوغ حطيت لا كريم جهه، دوك نولي للسينيه تاعي، نحط لا كريم فوقها، نخلي سنتيمتر على الحرف ما نديش ليه لا كريم يسمى يبقى شايح. هاكو تشوفوا فوالا، جيطال هذيك لا كريم، نسويها مليح. واش نديرو دركا؟ مرحله اساسيه انك تحطيها في الفريجيدير لمده نص ساعه، يعني ولا في الكونجيلاتور 15 دقائق، انت واللي يساعدك، لعبتي مزروبه لعبتي، مهم حطوها في الفريجيدير. ما حطيتها في الفريجيدير نص ساعه، بعد جبتها لقيت لا كريم هذيك سي فيجي تسمى يبست الكريمه هذيك. هذا واش اللي يخليني نحط الطبقه الثانيه تاع الكنافه بلا ما نفزت هذيك لا كريم، بلا ما نولي من بعد نتك عليها تولي تروح للحرف. شوفوا الوغ، اولا نبداو بالحرف هذاك تاع السنتيمتر اللي خليناه هذاك، عمروه، شوفوا عمروه ودخلوا مليح الكنافه في الجنب، وعبزوا بصباعكم فوالا، وعدلوا لهنا، ما تكاوش بزاف، ماشي تروحوا تكاو، نو نو تكاو بشويه، بس ما تنساوش بلي كاينه لا كريم من داخل، بصح كثروا الكنافه في الحراف. شوفوا كيف راني ندير باش تجي مغلفه كامل فوالا، ونعدل بشويه بشويه على قد ما تحفتوها درك وهي مش طايبه، على قد ما تجيكم بعد متحوفه. هذا هو السر في الحلويات بكل، كل ما تعدلي الحلويات وهما مش طايبين كيطيبوا يجوا متحوفين. الا عدتي زرب زرب ويلا يلا راهم يجوك من بعد يجوا مش ملاح، منظر تحم ما يجيش ملاح، ليش تيجوا بنان منظر تحم ما يجيش ملاح. نعدل ونحط، ندهن الوجه نتاعها بالسمن، نعدل مليح، نشوف البلايص اللي مش كاملين فوالا، نسيي هكا بالكاس شويه، نعدل الحراف ومن بعد نطليها بالسمن. اي ما تبانش لهنا في الفيديو، طليتها بالسمن ومن بعد تعدلتها من الفوق السمن، يعني شويه باش ترقد هذيك الشعره نتاع الكنافه. الوغ شوفوا لهنا باينه بلي مدهونه بالسمن مش كيما قبيل، ونعدلها ونعدل الحراف نتاعها. الفرن تاعي ديجا ويسخن على 200 درجه، اللي الفرن تاعها قوي دير 190، اللي الفرن تاعها مش قوي كيما تاعي طيب بالمهل يبا 200 درجه. شوفوا نعدل على قد ما عدلت على قد ما قلي، يا لازم نعدل مليح. نديها الفور، بقات لي شويه كنافه، وحبيت نعت لكم هادو كديروهم انديفيديوال، سواء في لي مول هادو، سواء في لي مول تاع الكاب كيك، اي حاجه عندكم صغيره، لي مولا بابا، نتوما واش لي عندكم. نحطوا شويه كنافه شويه كريمه، ونعاودوا نغطوا بالكنافه، يعني كوميدي كوم سا، لكن بغيتو ديروا دي بورسيون انديفيديوال تجي باهيه تاني في التقديم تاعها وكلش. فوالا نمسح ونزيد ندير من فوق السمن. شوفوا اللي ما شفتوش في الكبيره راكو شفتوه في الصغيره للامانه فوالا، ونعدل بالكاس نتاعي ونحطها طيب مع اختها الكبيره. درت زوج انا كيما هكا على قد، يعني حبيت باك نحيد شويه تاع كنافه باش نعت لكم هاد الطريقه هذه فوالا. اللي تحب ديرهم انديفيديوال، نحطوا الكنافه ونفس الشيء نعدلو ونديرو شويه تاع السمن وندخلوهم يطيبوا مع اختهم الكبيره على 200 درجه، كي يعود الفور تاعك موش قوي بزاف. الوغ راني نقول 200 درجه، بصح اللي عندها الفور تاع الغاز هاي دير 180، لانه الغاز اقوى من التريسيتي. خليتها طابت حتى ما عندهاش وقت، يعني انت والفرن تاعك انا حتى حمرت لي. وعليها انا خيرت هذا المول هذا ترونسبارون باش نشوف هالحرف نتاعها
ومن تحت طايبين، مش كتعود في مول مغلوق ما يبينش، ما تعرفيش لا طابت ولا هتقدر تحمر من الفوق وما تطيبش من تحت. الوغ درك واش نجيب؟ نجيب الشربات تاعي ونشرب كلش بيان كوم الفو، نحط يعني نيزيتي با، حطو مليح مليح، حطو وخلفو شويه قدر فنجال من هذيك الشربات، قدر فنجال حطوه بجيه، نحيوه من هذيك الشربات باش تقدموه كي تقصوا الكنافه تاعكم تقدموه باش تحطوه من الفوق. الوغ خليتها بردت يجي ساعه هكاك تبرد، لانها مش لازم حتى تبرد خلاص تدفى برك. شوفوا هزوا شويه المول تاعكم باش يدخل الهواء، كي يدخل الهواء المول تاعكم يدي مولا ليه، بس كسكر سكر يقعد لاصق، مالك تهزو يدخل الهواء يتنحى. فوالا نحى فاسيلمون، كان حتى قلق. وهاي شوفوا اللون تاعها زيماش طايبه مليح، هذه الجهه التحتانيه. دوكا تزين الكنافه تاعنا، انتي قالها لي قالها واش لي في راسك. انا كان عندي شويه نوات كوكو، كان عندي شويه بيستاش، كان عندي شويه ورد شايح دي غوسيشي عليا، ويفضل اللي كاين عندك في الدار تقدري تحطي كاوكاو من الفوق، نوات كوكو وحدو، شي لوز جوز، انتي اللي تحبي اللي عندك في الدار حطيه. شوفوا انا حطيت 3 سيركل تاع نوات كوكو بلون، ومن بعد حطيت في نصهم لا بيستاش فيرت، وفوق لا بيستاش هذيك حطيت وريدات نتاع لي فلور لي روز سيشي باش يجي اللون متناسق فقط. وهذه هي لا روسيت تاعنا تاع اليوم. دوك نشوفوا النتيجه مع بعضنا. النتيجه ها هي ميميشاتي، شوفوا داك المنظر، وصدقوني المذاق نتاعها رائع. خليوها طيب مليح وتحمر مليح باش طيب لكم من داخل، وراه المنظر تاعها واش نقول لكم. شوفوا هذه زينتها بالبيستاش والوريده في النص، نحيها كي نجي نقصها. الوغ لهنا تبان لكم بلي القصه يابسه، مش يابسه، لي كروسيونت من برا ومن داخل تجي طريه. شوفوا فوالا راهي فن، والكريمه لداخل فن. هذه هي لا روسيت تاع اليوم، ما بقى لينا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.